أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين. كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع كميات النفط العراقي الواردة خلال الأسبوع الماضي، مبينة أن العراق احتل المرتبة السادسة كأكبر مصدر للنفط الخام للولايات المتحدة. وقالت الإدارة في تقرير لها اليوم السبت أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغ 4,936,000 برميل يومياً، مرتفعاً بمقدار 566,000 برميل عن الأسبوع الذي سبقه. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 105,000 برميل يومياً، منخفضاً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ نحو 165,000 برميل يومياً. أغلقت أسعار نفط خام البصرة الخفيف على ارتفاع، بينما شهد خام البصرة الثقيل فجر السبت تراجعاً في الأسعار، وارتفع سعر نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 65.38 دولاراً للبرميل بمقدار 3.12 دولاراً وبنسبة 5.1% عن الخميس الماضي، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 60.39 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.89%. أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الحالي مظهر محمد صالح أن عدم إقرار الموازنة العامة يفاقم من أوضاع الفقراء والعاطلين عن العمل في العراق. وقال صالح إن عدم إقرار الموازنة يعني خسارة 25% من الرؤية المالية، مؤكدا وجوب احتواء الموازنة على برامج خاصة للفقراء كتحسين مفردات البطاقة التموينية. كما أشار صالح إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في البلاد، لافتا إلى أن حل أزمة ارتفاع نسب الفقر والبطالة يكمن بإقرار الموازنة العامة للعام الحالي. قالت صحيفة غازيتا الروسية إن تكلفة الشحن البحري قد قفزت بشكل كبير بسبب ازدحام سفن الشحن قرب قناة السويس بعد تعطل الملاحة بسبب جنوح سفينة حاويات داخل القناة. وأضافت الصحيفة أن تعطل الملاحة عبر القناة يكلف التجارة العالمية قرابة 400 مليون دولار في الساعة. ومع تعطل الملاحة ارتفع سعر الشحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا إلى نحو 8,000 دولار، وهو ما يساوي 4 أضعاف السعر الذي كان عليه العام الماضي. ووفقا لتقرير وكالة بلومبرغ، فإن حادثة السفينة في قناة السويس ستؤخر تسليم منتجات نفطية بقيمة 10 مليارات دولار، الأمر الذي سينعكس على أسعار النفط في الأسواق العالمية. أعرب مواطنون من تونس عن خشيتهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان. وقال المواطنون إنهم يعانون منذ أشهر من ارتفاع كبير في أسعار الخضروات والفواكه والأغذية، فيما رجحوا ازدياد الإقبال على المواد الأساسية خلال شهر رمضان إلى نحو 50%. وقال مدير مرصد التزويد والأسعار في وزارة التجارة رمزي طرابلسي إن زيادة الأسعار تشمل أصنافاً معينة من الخضروات بسبب نقص كمياتها المتوفرة، فيما ستشهد مواد أخرى استقراراً في الأسعار. رجح عدد من الخبراء تأخر تعافي الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الصحية. يأتي هذا بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وإقرار قيود جديدة. بدوره أكد صندوق النقد الدولي أن بنوك منطقة اليورو لديها رؤوس أموال كافية لتجاوز تأثير الجائحة على الرغم من تداعيات الوباء على الاقتصاد. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر خطة تعافي العام الماضي بقيمة 750 مليار يورو. ختام الموجز، إلى اللقاء.